انا اعتقد، شوف استاذ احمد، حرب الاتجاهات المختلفه، عمليه الضغط على روسيا هي التي جعلتها تذهب باستراتيجيات حرب الاتجاهات المختلفه، جورجيا، اوكرانيا، كازاخستان، يعني نجد بوتين انه هو، او حتى سوريا، حتى مشاركه روسيا في الوضع في سوريا كان ضمن، هو كسر قاعده الضغوط التي فرضها الغرب على روسيا. نجد ايران يعني تتعرض الى نفس الشيء وتقوم بنفس الاستراتيجيه تقريبا او نفس السياسه، بمعنى انه عمليات الضغط، الضغط الاقتصادي، الضغط الداخلي، الضغط الدبلوماسي، كل هذه التفاصيل يعني تدفع ايران الى ردود فعل، وردود فعل قد لا ترجو هينه على الجانب، خصوصا ان الايرانيين يعني لديهم وشاج ولديهم ارتباطات قوى خارج إيران حقيقة، يعني قوى ممكن أن تتعب إسرائيل وتتعب أمريكا وتتعب خلفائهم، وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى شرح. لذلك أنا أعتقد هذه النقطة، يعني نظرية الضغط القوي من الجانب الأوروبي ومن الجانب الأمريكي، وإسرائيل أيضا دخلت على الخط اليوم والضغط الاستخباري والاستهدافات العسكرية مباشرة للداخل الإيراني، هذا طبعا جعل ايران تذهب كما ذهب بوتين بحرب الاتجاهات المختلفه، تذهب بموضوع تقسيم اليورانيوم، يعني سياسات حافه الهاويه، ماذا نفعل؟ الكل يضغط عليه. وبدات ايران تعتقد انه لا ردود، يعني لا رؤيه لحرب قادمه، امريكا سوف لن تخوض حرب. هذا امر مطمئن لكي يجعل ايران تندفع. لذلك أنا أعتقد الاستراتيجيات الأمريكية بهذا الاتجاه هي نوع من أنواع الضغط الدعائي، أشبه بحرب الدعاية والثب للضغط على إيران حتى يتم تحديد الدور الإيراني وتحديد المطامح الإيرانية في الذهاب بعيدا بالتقسيم أو إنتاج السلاح النووي أو استهداف يعني دول مجاورة. بالمقابل إيران حتى استهدافات إلى بعض المناطق في شمال العراق، في كردستان على سبيل المثال، وكان ضمن هي رسائل يعني غير مباشره الحقيقه بانها تمتلك صواريخ وتمتلك قدرات العابره للحدود الايرانيه. انا اعتقد الكل يرسل رسائل للكل، ولكن هناك ممكن ان تحصل، يعني لا نستطيع ان نقول انه ذهاب ايران منفرده بدعم روسيا وبزياده التقسيم والاقتراب من ان تكون عضو يفرض نفسه في النادي النووي دون رد، هذا امر صعب جدا استاذ احمد. هذا أمر يجعل قوى في مختلف القارات، الصين، الهند، جنوب أمريكا، حتى بعض الدول الأفريقية ممكن تتحول إلى دول طموحة لكي تنحو منحى كوريا الشمالية وإيران. فهذا الأمر هنا يحتاج إلى دخول القوى الكبرى لكي تضبط عملية توازن استراتيجي ليس لها علاقة بالملف الإيراني فقط. أنا أعتقد فهنا تحضر القوى الفاعلة، القوى الدولية التي تحاول أن تفرض نفسها وقوتها في كل ملف من الملفات الشائكة أو الملفات الصدام. أنا أعتقد الملف الإيراني مع المنظومة الغربية هو ملف صدام حقيقة، ملف شائك وقديم، يعني تدار 79 وحتى يومنا هذا العلاقة لم تترطب بين إيران ولم يحصل صلح. يمكن هو الملف النووي وهو ليس ملف صلح، وإنما ملف لإعادة تأهيل إيران باتفاقية دولية. حتى هذا فشل يعني في عهد ترامب عام 2011، فلا خيارات الحرب ستكون حاضرة بقوة إذا اتجهت إيران بمزيد من التصعيد ومزيد من الاستفزاز لدول المنظومة. واتجاهات لا حرب أيضا موجودة، ممكن أن يحصل اتفاق، خصوصا إذا حصل اتفاق. وأنا أشير إلى يعني مقالة قرأتها في صحيفة زوباهم الإيرانية، وهي تحذر الإدارة الإيرانية من سيناريوهات الحرب المحتملة، وتشير إلى أن الحركة الإسرائيلية والاستهدافات، يعني البارحة هم ضربوا أخرجوا مطار حلب من الخدمة يا أستاذ أحمد، وهي ثاني مرة، يعني سبتمبر أخرجوا من الخدمة سبتمبر الماضي في العام الفائت والآن أيضا، والداعي أو السبب الذي تعلنه إسرائيل هو استهداف قوى إيرانية. فإذا الأمر قد يتطور بسرعة، لا أحد يعرف الحقيقة. لذلك يجب أن يكون للاعب الأمريكي حضور ضابط على الجانب.